يقولون عليك انت ايراني، ابو ايران يقول لك انت عربي. ما نعرف وين نطي راسنا وين نطي رجلنا. احنا عراقيين وقوميه فيليه. شنو اجانب يعني ما اعرف. عراقيين من منذ ان تاسس الدوله العراقيه الكرد الفيليه موجودين في العراق. لكن يعني هاي مشكله الكرد. داخل مدينة بغداد، سامراء، كربلاء، نجف، في شمال الشيعة بالنسبة الاثناشرية كلها نفس التقاليد، ماكو اختلاف يعني كلها نفس الشيء. الصلاة على الأذان نفس الشيء كله. هسه احنا بالنسبة حتى أكراد فيلية إذا بالعراق وإذا بالإيران نفس الشيء نفس التقاليد. وضعني يصير 12 ولي الله بس 12 يوم. الكرد الفيلية من مكونات من المكونات الأصيلة لمكونات الشعب العراقي، ينتمون قوميا إلى القومية الكردية ومذهبيا إلى المذهب الشيعي، ولكنهم في كل أحوال عراقيون أصلاء. منهم المتدين ومنهم لا، والشيعي هو ذائب في طقوس الشيعة، يعني ليس له طقوس خاصة به. الحقيقة الكرد الفيلية كما عرفناهم أناس من ضمن هذا المجتمع، من ضمن اندكاكات المجتمع. بعضهم يقول بأنهم كقومية من الكرد، الذات الكردي الموجودين في الشمال، والديانة على الاثنى عشرية، إذن يختلفون عن أكراد الشمال. منهم يقولون لا، أنهم الورثة الأساسيين والرئيسيين للحضارة السومرية في العراق لامتدادهم. طبعا بالمناسبه الفيليين المتواجدين سواء كانوا في مندلي او في خانقين مرورا بالكوت والى قلعه صالح في العماره والاهوار، العماره خليط متجانس على يمتد على طول الخطوط الحدوديه بين العراق وايران. لاحظ الكرد الفيلي المتواجد في بدره وزرباطيه، وايضا يكون يمتد من شيخ سعد الى خانقين ومندلي، اللي هي يكون ترابط اسري ما بين هذه العوائل الكردية. كثير من المجتمع العراقي أصوله هي غير عراقية مثلا، لكن في مثلا 3-4 أجداد هو بالعراق فيعتبر هكذا. لأن قعدنا بالعقل، قعدنا بالعقل صارنا سنين، الإكراد أخذ من عندنا أكراد الفيلية كانوا هنا ساكنين. عشنا وياهم الأكراد والعرب السني والشيعي كلها مختلطين، حتى الشروق ويانا من زمان، يعني من سنة العشرينات ولحد هسه كانوا الناس الأكراد الفيلية بكثرة منها بالعقد. بعدين الجوي ناس أهالينا من العمارة، الجوي من أهل البصرة، من الخانقين، من مندلي، من كل الفئات. وهذه العشائر والقرى مع كل الأسف تم ترحيلها من مدينة مندلي بسنة 1975 إلى بلدروس، المجمع السكني الموجود في بلدروس، وقسم كبير منهم راحوا إلى بغداد. كنا واقعنا واقع كلش حلو، عيشتنا عيشه كلش حلوه. احكي لي على الحلاوه. هاي المنطقه ماكو مندلي كلها، القضاء كانه بيت واحد بالنسبه لاكراد الفيليين، تروح باي واحد بيت تقول هذا بيتي، اي عائله تقول هذا عائلتي، ماكو الا ما حرم الله. بيناتنا ماكو، ويا العرب اختلاف ويانا ماكو، بالعرس بالفاتحه بالشغلات كلها كانه عائله واحده. نعم. بالنسبه للمراه الفيليه وعاداته وزواج وتقاليد ما تختلف هواية عن المرأة العربية أو الكردية. تدري المنطقة تهجرت وراحت والأكثرية إلى بغداد، وبالتالي خفت، وبالتالي أصبحت تقريبا تقاليدها هي ذات تقاليد كل أهل المدينة. زين، وبالتالي مثلا قبل بالزواج من يروحون يتزوجون يجيبون البنية يصعدوها على حصان
على حصان، والعريس يشتري سرج للحصان وبعدين يذبه للسرج، حتى يعني من باب ان لا يصعد احد اخر بكان مرته اللي زفوها له. اي هسه عمري انا اكثر من 70 سنه، كنا قبل الزفه مالتنا تصير تكون على الخيل، ماكو سيارات هنا، على الخيل من بيت البيت على الخيل ويرمون فوقها، وجماعه بالسيوف وبنادق واسلحه بيناتهم يشاقون يضربون كذا، ما شنو كانت كلش حلوه. فمن تصير الخطبه طبعا شي يجيبون اهل الولد، اهل الولد يجيبون هديه لمن مثل عبايه او يجيبون فد كله قند يسموها، يعني طبعا الكراد الفيليه دائما يتميزون انه الشاي ما يشربوه يعني ويا الشكر، يشربوه ويا القند يسموه كله قند، هيك فد شيء يعني مثل بلوري. أنا أتذكر طبعاً أيام زمان إحنا بالنسبة لنا شوبية عندنا وعرس ماي عندنا، عندنا العروسة ناخذها للنهر، ناخذها للنهر ويأخذون حنة وياهم من النهر، نسوار وراها لاعل ويأخذون للنهر ويسوون أكل يسموها ما أدري إيش، برنجو نانو برنج كان طعمية مثل بالعربية يحكوها، فد أكل يسوون أكل غريبة يأخذون النسوان هناك على النهر يقعدون يأكلون ويا العروسة. هذا تراث قبل كان للكرد ما كان للأحد، هذا النقطة الأول. النقطة الثانية، من إجا النوروز؟ من صارت نوروز؟ النوروز شنو كان وياه؟ الطبل وزرنا، هذا التقاليد من زمان نوروز لحد الآن ويرانا ويانا. خلق منو الطبل وزرنا؟ سواها هذا الفلكلوري، سواها الأكراد وليس الفيلين. كذلك انقلب على الجماعة كلها، الأكراد والفيليين والتركمان والعرب. زرنا والجوزة آلة هيك صغيرة يعني موجودة بها تقريبا فقط في الموسيقى الكردية أو الإيرانية والآذرية والطاجيكية، فقط موجودة في هاي الموسيقى واشتهروا كثير من الفنانين. شاد الجنسية 34 47 57 يا بشير، ذاك مشمول هذا إيراني ودوم لي إيران استنى شهر كامل بالطريق، شهر رمضان بالطريق ودوم لنا إيران ما استلمهم، قال لي دول عراقيين. هي شغلة دمرتنا أكثر شغلة الشهادة الجنسية. شغلة الشهادة الجنسية، يعني أبويا سفروه وأخويا سفروه وأختي سفروه على مود شهادة جنسية، ضاع كل حقوقنا، وأصلاً أن إحنا الكراد الفيلية كل حقوق ما عندنا. في عهد البعث المظلومية التي وقعت على أبناء المكون الفيلي كبيرة جداً، التسفير وحجز أبنائهم والمغيبين في المقابر الجماعية. فكنا محاربين من قبل الدولة ومن قبل العرب من المنطقة. احنا كان الحمد لله صيتنا زين وكراد كنا مرتاحين، اراضي عندنا، قيعان عندنا، بساتين عندنا، محلات عندنا، كان ابويا كان بزاز. كان هناك سياسات خاصه للاقليات الموجوده في ناحيه في قضاء مندري اللي هي الكرد الفيليه اللي كانوا موجودين اللي تعرضوا الى عمليات تهجير وايضا مصادره الاملاك ومصادره اموالهم ومصادره الاراضي الزراعيه اللي كان هو المصدر المعاشي الرئيسي لهذه العوائل. إذا أعطيت تمثيل حقيقي في بقعة مثلاً مركزة يكون هم يعني هم هو يحتويهم، هم يكونون دائرة مثلاً زين، فما عندهم تمثيل حقيقي بصورة كبيرة. حالياً لا، اللي إحنا حالياً شبه ماكو، ولكن إحنا حقنا ماكو. كرد الفيلي كل شيء ما محصلين. حسب مندلي تشوف شوارعنا وشو كهربانا وشو كذا، إحنا هم نفس الحالة. المؤسف أن هذه أبناء هذه الشريحة لم يأخذوا حقهم في التمثيل السياسي. خصوصا في البرلمان، يعني اعتبروهم من الاقليات لان الكوتا خاصه بالاقليات، لكن في واقع الحال عدد الكرد الفيليه بالعراق يعني لا يستهان به، يعني يزيدون عن 3 ملايين كردي فيلي موجودين في العراق.